ولو حضرتك سمحت لي بالنيابة عن زملائنا، احنا عارفين بنحيي طبعا الحكومة على القرارات بتاعت يوم الأربعاء يا فندم، وهي زيادة الحد الأدنى ورفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية وكده، لأن عارفين المواطن بيعاني إزاي. إذا سمحت لنا حضرتك في القطاع الخاص، وإذن دكتورة هالة هي رئيسة الصندوق، احنا كمان كقطاع خاص يا فندم هنرفع الحد الأدنى، بل بالعكس احنا هنزود على الأقل اللي هي 300 دي 300 جنيه كل العمالة، وهننظر في زيادة مرتبات العمالة كلها، لأن خلاص هنشتغل فلازم الدنيا كلها تمشي ولازم كلنا نشيل المسؤولية، وده دورنا الاجتماعي يا فندم إن احنا نؤديه مع حضراتكم. يعني يا باشمهندس كام؟ لا يا فندم انا بقول لحضرتك احنا الحد الادنى اللي حضرتك قلته احنا هنعمله. لا عشان احنا مع القطاع الخاص بنبقى حريصين قوي. ايوه يا فندم. ان يعني بنبقى بنتشاور مع بعضنا عشان كل منشأة ليها ظروفها يعني. لكن اكيد انتوا ليكوا تصور مش كده يا دكتور؟ لكن قول لي كلمه لو انتوا يعني انا ده اللي انا بقوله لحضرتك، يعني احنا مش نرفع بس الحد، احنا نرفع كل 300 جنيه. حتى لو هو معدي الحد الادنى فكله هيترفع 300 جنيه. وفي بعض القطاعات، السؤال اللي حضرتك قلت صح جدا، ان كل منشاه حسب ظروفها، لكن في بعض القطاعات بنقول بتفضل زي ما هي اللي فيها عماله كثيره وعايزين ننمي مناطق، لكن اغلب القطاعات على فكره يا فندم وفي ظل الظروف هي زودت. انا بس بتكلم بالنيابه عن زملائي، الناس زودت لان حاسين بالغلاء، لكن طالما اشتغلنا واحنا بنحييكم على الزياده. الله يخليك يا فندم، تسلم يا فندم.